لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن وقوف المملكة العربية السعودية وشقيقاتها في تحالف واحد في عاصفة الحزم لمساندة الشرعية في اليمن يعكس أهدافا وغايات نبيلة أساسها الدفاع عن قضايا الحق والعدل والتمسك بالشرعية. ولفت سموه إلى أن هناك من ينزعج من استقرار الخليج وما ينعم به مواطنوه من أمن واستقرار وحياة معيشية متطورة بفضل ما تقدم حكومات مجلس التعاون لشعوبها، ويسعى بتدخلاته لتقويض الأمن والاستقرار والوقوف في وجه تحقيق المزيد من المكتسبات الخليجية. وجاء تحالف الخير الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة ليضع حدا لهذه التدخلات وليكشف عن أطماع خارجية تضمر الشر لدول المجلس، لتعلن عاصفة الحزم عن إحياء روح عربية جديدة لا تقبل التدخل في أي شأن عربي. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا من السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب والشورى، يتقدمهم سعادة السيد علي عبد الله العراضي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الثقة كبيرة في بيت الشعب وفي نوابه، ونحن في الحكومة يدنا ممدودة نحو التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما فيه خير الوطن وشعبه وتنمية الإنجازات التي تدعم موقع البحرين الريادي في مختلف المجالات. معربا سموه في هذا الصدد عن الفخر باختيار نواب وشوريين من مملكة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي، مما يعكس ثقة العالم فيما تحقق في البحرين على الصعيد البرلماني والديمقراطي. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الخليجي، حيث أكد سموه على ضرورة الاهتمام بالارتقاء بالصناعات الخليجية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي الخليجي، وعلى دول المجلس أن تعمل بخطى متسارعة في هذا الاتجاه، لافتا سموه إلى أهمية أن تركز كل دولة في مجلس التعاون على ما تتميز به من صناعات غذائية وإيجاد آلية تضمن التكامل الخليجي في هذا الجانب، خاصة في ظل تطور الأوضاع وتداعياتها في المنطقة.